إطار الاستراتيجية الاستباقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التعامل مع طوارئ الصحة العامة وكذلك الإنذارات ديال الصحة العامة، تفاعلت وزارة الصحة بشكل سريع مع الإنذار العالمي المتعلق بجدري القردة أو مرض المانكي بوكس من خلال وضع منظومة للرصد الوبائي والمراقبة لحالات قد يشتبه أنها تكون حالات لهذا المرض، وتم تكوين الأطر الصحية وإخبارهم بمرض جديد. طبعا هذا المرض لم يسبق له أن كان في بلادنا ولم يسبق أن سجلت حالات في بلادنا، فهذه المنظومة تقوم على تعريف للحالة، حالة مشتبهة، حالة محتملة وحالة مؤكدة، وكذلك طريقة العناية وطريقة التعامل معها والتعامل مع مخالطها. هذه المنظومة ديال المراقبة التي وضعت لهذا الطارئ أو لهذا الإنذار العالمي أعطت الأكل ديالها طبعا، وأصبحنا اليوم سجلنا إلى حدود هذا اليوم ثلاثة ديال الحالات مشتبه فيها، توجد بصحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية. وطبعا كنهضروا هنايا على حالات مشتبه فيها وخضعت للتحاليل الطبية اللازمة، وانتظر النتائج إن شاء الله عما قريب. هذا إذن هو آخر المعطيات الوبائية المسجلة في بلادنا، وآخر ما نقوله هو أنه إلى حدود هذا الوقت لم تسجل بلادنا أي حالة مؤكدة بمرض المانكي بوكس. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.